هو بلد نمت تنمية بشرية شاملة وفيها إنتاج للشباب وفيها مصدر رزق للناس، نطالب بعزل المحافظ. احنا طالبين دائرة او لنا يمثلنا حد في مقعد شعب في مجلس الشعب. طبعا طالبين الكلام ده. انتوا ممثلين في دائرة البحر الاحمر، ممثلين كدائرة البحر الاحمر النهارده دائرة البحر. وعدد طبعا السكان والاصوات هنا ما بتسمحلكوش ان يبقى فيها من عندكم انتم نائب؟ لا احنا اقليات هنا طبعا، لازم يكون لنا ممثل. كانت عندنا دائرتين، دائرة شمالية ودائرة جنوبية. النهارده الدائرة الشمالية الجنوبية خلوها دائرة واحدة. البعد عندنا النائب لما يمشي من هنا عشان يوصل الطلب بتاعه للنائب هيمشي مسافة 1080 كيلو. افرض النائب ده من راس غارب، افرض من زعفرانة، فانتوا عايزين يبقى عندكم نائب من عندكم انتوا؟ عايزين الدائرة الجنوبية، الدائرة الجنوبية والدائرة الشمالية ترجع تاني، وان يكون لنا ممثل من قبائلنا في يمثل، مش القبائل بس، يمثل ابناء مصر كلها في المنطقة الجنوبية. عايزين ممثل يمثل ابناء المنطقة الجنوبية كلها. بالنسبة لنا احنا ما الدائرة، انتوا ايه الطلبات اللي ممكن تطلبوها؟ احنا نتمنى ما تبقاش في صوت، ما تبقاش ما يوصلهاش نائب دائرة البحر الاحمر كلها. ايه الطلبات الخاصة بالمكان اللي ممكن ما اللي انتوا شايفين ان انتوا عدم وجود نائب ليكم حارمكم منها؟ طبعا يا استاذة، يا استاذة النهاردة انا لما اطالب بدائرة، احنا اقليات هنا في المحافظة. المحافظة مدينة الشلتين 20,000 نسمة، مدينة القصير حوالي 70,000، مدينة القردقة 250,000 نسمة تقريبا كده، قارب حوالي 90,000 نسمة. لا لو نزلنا انتخابات معاهم ما فيش حد هينجح طبعا. صحيح. لذلك مرسى علم طبعا عشان القرى السياحية المتواجدة، والنهاردة احنا مدينة جاذبة للاستثمار وجاذبة للسياح وجاذبة لابناء المحافظات كلها. نهاردة القرية الواحدة عندك 1000-2000 صوت محاولين إقامات، طبعا ليهم صوت طبعا في المنطقة. فإحنا كانت ممثلنا لنا مقعدين ثلاثة في الموجودة في 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 الدولة أصلا، في محافظة البحر الأحمر عادة لنا مقعدين، ممثليننا كانوا في البرلمان. النهاردة المحافظات طبعا السياحة الاستثمار فتح، وهذا وطننا، عايزين استثمار، وإحنا نتمنى الاستثمار. بس أن يكون لنا ممثلين عشان يقدروا يوصلوا صوتكم، عشان يوصلوا صوتنا في البرلمان للدولة. طبعا احنا كمشايخ، هذا المشايخ طبعا السيد المحافظ اصدر قرار بانه المشايخ يشاركوا في الفترة دي اللي فيها المشاكل في امتنا كلها، ان يمثلوا ابناء المنطقة الجنوبية. مشايخ القبائل تمثل في الميزانيات، في مراعاة الميزانية، فين رايح وفين جاي وازاي صرفت. طبعا الراجل يعني صدر قرار منه في خلال الاسبوع الماضي ده، وفعلا القرار وصل ان المشايخ يشاركوا في الايه كجهه رقابيه مع الجهات الحكوميه يعني. تمام، فانتوا ده بالنسبه لكم حاجه مرضيه دلوقتي ان انتوا بقوا خطوه تخليكم؟ طبعا دي خطوه جميله جدا.